معي عبر الهاتف سعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية. أهلا ومرحبا بك. بداية، ما أهمية هذه الخطوة في تعزيز المصالح الوطنية العليا لمملكة البحرين من جهة، وأيضا من جهة أخرى كيف تتماشى مع جهود مملكة البحرين في دعم القضية الفلسطينية وفتح المجال أيضا أمام فرص أفضل لتحقيق السلام في المنطقة؟ بداية، أود التأكيد أن القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاه البلاد المفدى حفظه الله ورعاه هي مصدر كل فخر واعتزاز. قيادة لديها رؤية مستنيرة، مواقف وطنية وعروبية مشهودة، وقراءة واعية ودقيقة للمستقبل. وبالتالي عندما تتخذ قيادتنا مثل هذا القرار الاستراتيجي، فإن لديها جميع الأبعاد والتقديرات لاتخاذه لتحقيق المصلحة الوطنية والعربية. مملكة البحرين دولة ذات سيادة تتخذ قراراتها بناء على ثوابتها الوطنية، وهذه خطوة واقعية لمواجهة التحديات الاستراتيجية وإجراء سيادي لحماية المصالح الوطنية. أما عن أسباب إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، فإن هذه الخطوة تهدف إلى أن يكون لدينا مع الشركاء تأثير أكبر لحماية الحقوق الفلسطينية وإقرار السلام الإقليمي. تهدف إلى إيجاد حل نهائي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي عن طريق الحوار. تهدف إلى التعاون في مجال مكافحة الإرهاب الإقليمي. فهناك دول إقليمية دأبت على التدخل بشؤون الدول العربية لإشعال بؤر التوتر والفتن من خلال دعم وإنشاء الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية، ناهيك عن أمن وسلامة الملاحة البحرية وامدادات الطاقة. مملكة البحرين كدولة محبة للسلام تواصل مساعيها الرامية لنشر ثقافة السلام والتسامح بين الشعوب، وتتطلع إلى فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين دول الإقليم. إلى أي مدى تتماشى هذه الخطوة البحرينية مع جهود العربية وجهود الحلفاء أيضا لضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولا تتعارض أيضا مع التزام المملكة بمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية؟ تأتي مملكة البحرين في مقدمة الدول التي دعمت ولا زالت الحقوق الفلسطينية قولا وفعلا وفق مبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية. موقف المملكة خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الأخير يؤكد موقفنا الوطني الثابت الهادف إلى إيجاد سلام فلسطيني إسرائيلي عادل وشامل. ونشدد هنا على أن موقفنا من القضية الفلسطينية ثابت وجوهري، ويتمحور حول الوقوف الدائم مع حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق غير القابلة للتصرف، وإلى دعم تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإلى وقف بناء المستوطنات، وإلى حماية المقدسات الدينية في القدس، وإلى الدفاع عن القضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية. دكتور، هناك قدرات ويعني مستقبل تم إهداره للشعب الفلسطيني، إلى أي مدى ممكن أن تنعكس هذه الخطوة على الجهود التي تسعى لتعزيز فرص الشعب الفلسطيني للنهوض بقدراته كافة، وأيضا تعزيز موارده واسترداد موارده المهدرة وتحقيق تطلعاته كغيره من شعوب العالم أيضا؟ القضية الفلسطينية كانت وستبقى في قلب كل بحريني وبحرينية دون مساومة أو مزايدة. مملكة البحرين قدمت الكثير وما زالت للشعب الفلسطيني كواجب تجاه الأشقاء، وسنمضي انطلاقا من مسؤوليتها ومبادئها الراسخة نحو تمكين الشعب الفلسطيني. السوابق التاريخية تؤكد أن جميع مبادرات المملكة وقراراتها كانت دائما ما تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني وحماية مقدراته. الدول التي أقامت علاقات السلام مع إسرائيل لم تقصر في مساندة الحقوق الفلسطينية وتراعي هذه الحقوق كثوابت لا يمكن التنازل عنها. شكرا جزيلا لك سعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية.